لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم حديث الروح، حيث الفن والكلمة الطيبة والشعر والحكمة أيضا. نحط الرحالة في مدينة رائعة وجميلة أيضا. حين نقول اسطيف يتراءى لك التاريخ الطويل، تنهض جبال البابور الأشم لتروي لك حكاية الإنسان ضد الطغيان، وتروي لك الأزقة مجازر الاستعمار ذات 8 مايو 1945، ويقفز الثلج ليرسم لك باللون الأبيض لوحة مدينة قاومت الطبيعة القاسية حتى صارت عاصمة الاقتصاد الوطني. وإذا كانت للمساجد في سطيف بصمة في المدينة، فإن الصوت الصيفي تردده الجبال وتصدح به. إذا مشاهدينا الأعزاء، ضيف الحلقة هو مدينة سطيف، هذه المدينة الجميلة يمثلها ويشرف تمثيلها أيضا الأساتذة الأفاضل الذين يحضرون معي. يبدأ على يميني أستاذ وليد بوعزيز، أهلا وسهلا بك، رئيس فرقة الريحان بسطيف، مرحبا بكم أستاذ وليد. يسلمك ونشكر طه على هذه الاستضافة وقناة القرآن الكريم. إن شاء الله مرحبا، نشرفوا بحسابها إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا جزيلا لكم على الحضور. سيدي السلطاني أهلا وسهلا بكم، مرحبا. أهلا وسهلا أخي طه، بارك الله فيك، دائما مقدمتك فيها عبق التاريخ وفيها يعني إن شاء الله نحاول دائما أن نسقط عليها ما يمكن أو أبرز ما يمكن ذكره في هذه يعني الولايات الجميلة والمدن التي نستقبلها. شكرا لاستضافة العزيز وليد بوعزيز وأخي العزيز كذلك لطفي. نرحب كما ذكرتم بالفنان والمنشد لطفي بن كحيلة، منشد فرقة الثورات بسطيف، أيضا أهلا وسهلا بك لطفي، مرحبا. مرحبا أخطاها، وشكرا على الاستضافة، وأنا جد مسرور بمرافقتي لأخي وصديقي وليد بوعزيز والأستاذ سلطان، وإن شاء الله راح نشرف المستمع الكريم والجمهور الكريم حول الإنشاد إن شاء الله في سطيف. إن شاء الله، أهلا وسهلا بكم، شكرا على الحضور. نرحب بفرقة سماع، أهلا وسهلا مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء. إذن سنقضي أوقات ممتعة بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة، ونحن ضيوف في مدينة سطيف، حيث نحاول أن نتعرف على الفن، على التراث، على الفن الصيفي، خاصة ما يتعلق بالإنشاد والشعر والكلمة الراقية أيضا. أستاذ وليد أبدأ معكم، نتحدث عن الإنشاد في مدينة سطيف، كيف بدأ، من هم أهم من حمل لواء الإنشاد في هذه المدينة؟ يعني مدينة سطيف كباقي مدن الجزائر يعني شهدت الإنشاد كأي مدينة في الجزائر، وتاريخ يعني عبر التاريخ عرف الإنشاد في الجزائر، لكن موجة الفرق إنشاد يعني جت في بداية الثمانينات في سطيف، يعني شهدت يعني موجة من فرق الإنشاد تأسست أغلبية دفعة واحدة تأثرا بهذا الفن اللي غزا فجأة يعني العالم الإسلامي. سطيف تأسست فيها عدة فرق، الفترة هذه أنا كنت شاب صغير ما نتذكرهاش كامل، لكن الفرقة تقريبا اللي خلات بصمة وأنا صغير نتفكرها مليح هي طليعة البديسية في مدينة سطيف بقيادة أخونا توفيق بوراس ربي يرحمه، اللي توفى قبل 5 سنوات تقريبا، هي الفرقة اللي برزت واستمرت لفترة طويلة. لكن باقي الفرق يعني ما طولش بزاف، لم تعمر كثيرا، كانت فرق شباب صغار في بعض الجمعيات ولا في بعض المساجد ولا في الكشافة ولا يعني حدث زخم كبير. ثم تلك الفرق الفتية بدأت تحترف نوع من الإنشاد، بين قلنا الفرق هي الطريقة البديسية بقيادة توفيق بوراس ربي يرحمه، ثم التحقت الفرقة الريحان اللي أسست أنا في مطلع 94 إن شاء الله، ثم التحق مجموعة من الفرق، فرقة التراث كذلك في مدينة سطيف، احنا فرقة الريحان في مدينة عين كبيرة شمال مدينة سطيف، ثم فرقة التراث، ثم فرق كثيرة من بين فرقة الأصيل، لكن كثير فرق ما استمرتش، تعمر 5 سنين 10 سنين على حسب ظروف شبابها. لكن الفرق اللي تقريبا استقرت في مدينة سطيف هي فرقة الريحان وفرقة التراث، هما تقريبا أكبر فرق. كان بعض فرق ناشئة إن شاء الله نتمنى إن شاء الله تستمر، وإضافة لبعض الطاقات الفردية في مدينة سطيف بدأت تظهر فجأة ثم تختفي. هذا تقريبا واقع الإنشاد في مدينة سطيف. إن شاء الله سنعود يعني إضافة مدينة سطيف مش مكتفية بفرقها، كاين ولايات مجاوره لها خاصه فرق المسيله فرق قسنطينه يزوروا سطيف يعني دوريا لانه بحكم القرب تاعنا لهم.
بارك الله فيك استاذ، شكرا جزيلا على هذا، صح التعبير، لمحه على اهم الفرق الموجوده في الصيف وعن الانشاد فيه. استاذ يوسف، نتحدث عن الصيف، يعني يتبادر الى الاذهان طابع معين ولون معين من الانشاد. نعم. بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربي صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه وازكى التسليم. شكرا لاخي وليد على هذا، على ما عرج اليه من ذكر بعض الفرق، ونبذه مختصره ولو كانت مختصره على تاريخ الانشاد في الصيف. فعلا نحن يعني عرفنا هؤلاء المنشدين، عرفنا هذه الفرق وانشدنا معهم في عده مهرجانات. طبعا هذه المهرجانات التي يجب ان نشير اليها طبعا ربما في خلال الحوار. فالصيف احتضنت عده مهرجانات، سواء للسماع الصوفي، سواء للمجموعات الصوتيه البوليفونيه، سواء للانشاد والمديح وغيرها. نعم، والانشاد الديني بصفه عامه. فكانت تستقطب الولايات المجاورة، كون أن ولاية الصيف تقع في منطقة يعني مجاورة بعدة ولايات، كما ذكر الأستاذ وليد قبل قليل كذلك، يعني الشمال يعني بجاية وتيزي، الجنوب مسيلة، الحضنة إلى غير ذلك. فهذه الجغرافيا جعلت الصيف يعني تستقطب هؤلاء الفنانين، وتكون فيها تلك الفسيفساء وذلك التنوع. ولكن ما يميز الصيف عن باقي الولايات وذلك الطابع الصيفي وما يسمى بالصراوي. الصراوي. نعم. هذا باختصار. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. قبل أن نتحدث مع لطفي، هو من أصوات التي وضعت بصمتها في برنامج حد الأرواح في قناة القرآن الكريم. نستمع قبل الحديث إلى أول وصلة فنية تمتعنا بها في هذه السهرة إن شاء الله. تفضل الميكروفون لطفي. يا ربي والواحدة، يا ربي يا
بارك الله فيك. أحسنت، شكرا جزيلا لطفي على هذا الأداء المتميز الجميل أيضا، وهذا الصوت القوي أيضا، شكرا جزيلا لكم. لطفي، أنت في فرقة طبعا كما ذكر الأستاذ وليد، هي فرقة يعني لها تاريخ طبعا، لها مشاركات، لها بصمات. ممكن تحدثنا عن تنافس بين الفرق في هذه الولاية، ممكن يعني المشاركات الخارجية، وهل هذه الفرق أيضا تركز على هذا الطابع الجميل؟ أكيد أخ طه، إحنا مثلا كفرقة تراث كان نشأة في سنة 2010. البداية توحى كانت بداية أننا كنا نسير بعض الفرق المتواجدة كفرقة الريحان، كنا نسير بعض الفرق ونسير بعض المنشدين، ثم بعد ذلك تطورنا شيئا فعل شيء، رحنا لبعض المشاركات، بدأنا بمشاركات في مهرجان المحلي لقالما، ثم لدينا بعض الفرق الإنشادية بدأت تنافس في وجودها، بدأت تفرض وجود توحى في سطيف، مثل مشوار الهدى اللي تأسست، ومن بعد ذلك الأفراد توحى على بناش ما وصلوش على بناش حتى الشيء المشكل اللي صار لهم. وبعد ذلك بعد المهرجان تاع قالما، المهرجان المحلي تاع قالما، كان لها مشاركات دوليه مثل سماع الصوفي في تلمسان، عاصمه الثقافه الاسلاميه، ثم كانت الانطلاقه تاع فرقه التراث، والحمد لله بعد ذلك كان لها مشاركات وطنيه ومشاركات داخليه، الخارجيه مازال ان شاء الله في اسمه، ومشاركات فرديه. مثلا انا شاركت بدوري في طبعتين، طبعه الرابعه والخامسه مع الاستاذ يوسف سلطاني والاساتذه، كان لي اني دخلت المدرسه للطبعه الرابعه وطبعه الخامسه، كنت ممثل لفرقه التراث وممثل لولايه سطيف خاصه في الانشاد، كما سبقوني من المنشدين اللي مروا على الـ على الـ على, الـ على البرنامج حادي الارواح، اللي يفتح لي افاق كبيره واللي يفتح لي افاق في الانشاد، وتعرف على صوتك الجميل وعلى اخلاقك العاليه. طبعا كان السبب يعني قناه القران وهذا البرنامج الجميل التنافسي في الجزائر، الذي اخرج لنا الكثير من الاصوات الجميله والرائعه، على غرار لطفي نالك فواز عبود، نعم عبود، وايضا وفي تاج القران الكريم عبد الجليل كذلك، جلال بن كحيل، نعم في حيوه كذلك، هو الاخ اللي يعتبر الاكبر، نعم الله يبارك، الله يبارك، ما شاء الله ما شاء الله. اذا يعني اكيد هذه الاصوات كما ذكر يعني تندمج ضمن يعني فرق لها تاريخها، وحاولت ان تظهر هذا يعني الفن الجميل وهذا يعني الطابع ان صح التعبير. نعم. اين يصنف استاذ يوسف؟ وكما تابعنا الان ما اداه استاذ، نعم. ما اداه لطفي الان، نعم يعني اين تصنف هذا الطابع، اين يصنف في مجال الانشاد؟ طبعا طابع سطيفي قلنا، نعم. يسموه السراوي، في هذا الاستخبارات او هذه الارتجالات التي تؤدى طبعا بكيفيه معينه، بلكنه معينه، بلغه او لهجه معينه، تميز طبعا سطيفي عن باقي الـ يعني الطبوع الاخرى او الانماط الغنائيه الاخرى. كذلك نلاحظ قوه الصوت وفخامته ايضا للطبقات العاليه، دائما نسمعوا الصيفيه يؤدوا بهذه يعني الملامح ان صح تعبيره، وبهذه الخصائص. نعم. فمعروفين باصواتهم وقوه اصواتهم، لعلها لعل الطبيعه، لعل ربما قساوه الفروسيه لعله، طبعا هذه كلها الاشياء التي تحس في صوته، تحس رجوله، تحس قوه، تحس فتوه، الله يبارك. نعم.
فاستمتعنا كثيرا باداء سيلوت. اكيد هو اخطاها انه هذا طبعا اخذته الوالد الله توفى الله يرحمه عنده شهر من توفى نترحموا عليها اخذت لانه الوالد كان يدير تسباح بكري في الاعراس الوالد الكريم كان يدير تسباح واخذت منه الجانب. ما معنى تسباح يعني؟ تسباح يعني هو المدائح الدينيه بطابع محلي بطابع مثلا تعريف. احنا نقولوا له تسباح لانه هذا الصوت هذا الصوت الجبلي هذا اخذته من الطبيعه اللي الذي ولدت فيها. نعم ما شاء الله. استاذ يوسف يقدر يدير لنا صيفي هكذا بهذا إيه انا ندير انا الحقيقه قصرت مع الاخوه قلت لهم شوفوا عمل نديره مع بعض يكون عمل يعني معروف في سطيف والعمل اللي راح نديروه كان من امضاء المرحوم توفيق بوراس يعني كلمات والحان وانا نخلي استاذ وليد لابد من وقفه مع يعني المرحوم بوراس نبدا على هذا العمل تفضل استاذ. هذا العمل اللي قررنا نديروه يعني في كعمل مشترك مرحوم توفيق بوراس تقريبا هو من اعلام الانشاد اذا ما قدرش ولا من اول في الانشاد في سطيف لانه برز حتى دوليا وسجل فيديو كليبات يعني ما زلت الى حد الان في القنوات الفضائيه بينما ختام الانبياء الاخير ختام الانبياء الاخير سجله في الاردن. هذا هو عمل البوم كامل من عده البومات ماشي نعم الاخير قصدي البوم واختار منه تقريبا هو اول منشد مشى الاحتراف نوعا ما واستمر وكان يعني يبذل مجهودات كبيره صراحه يعني انا كنت متاثر به كان يزورني دوريا رغم بعد مسافه احنا شباب صغار ونرافقوا في بدايه مشواري في الانشاد. هذا النشيد ربما اخر نشيد يعني عمله كان راي عمره وهو في الطائره مقلع دار النشيد هذا بعد ما جاء اول ما جاء من العمره قال لي نأديوها مع بعض أدى مع الفرقه تاعنا فرقه الريحان طلعنا كان اسبوع الانشاد الجزائري ومن بين المهرجانات المرحوم يعني توفيق كان في كان فيها يعني في فرقه الريحان لا هو كان عنده فرقه لوحده فرقه ترقد ديما يطلع على البديسي ثم فرقه خاصه به فرقه المنشد توفيق براس هذا النشيد في يعني في المشوار تاعو في اواخر المشوار تاعو كان حب يظهر لانه احنا الانشاد وقت فات كان ربما غير الفصيح فرقة ريحان او مع توفيق بدينا نخدموا بعض الطبوع الصيفيه حبينا من نحافظوا على الصيف ونقدموا شيء ديني لانه كان غير متوفر في الساحه. هذه من بين التاليفات اللي الفها هو يعني ان شاء الله تسمح ان شاء الله نترحموا على روحه انه قدم الكثير لانشاد في الصيف في الجزائر بصفه عامه اكيد كان يرافق كل منشد جديد في الولايه يعني يسمع منشد يظهر الا ويتابعوا الى لقى مشكل في كاش فرقه ولا يزرب يتدخل ويعيط لك التليفون وكان يعني عنده حرقه على الانشاد كانت عنده خصلات مليحه في الانشاد رحمه الله له الرحمه اكيد صدقه جاريه ما اليوم ذكرنا بصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وان شاء الله تكون في ميزان حسناته ان شاء الله يا رب ان شاء الله. تفضل استاذ يوسف مع الفرقه ان شاء الله نؤدي العمل هذا طبعا بمرافقه اخي لطفي ما نحبش عشان نحاول نكون سطايفي قدر المستطاع. تفضلوا وصلوا على نبينا زيدوا صلوا عليه زيدوا صلوا عليه وغدوا يشفع فينا صلى الله عليه صلى الله عليه وصلوا على نبينا زيدوا صلوا عليه زيدوا صلوا عليه غدوة يشفع فينا صلى الله عليه وصلى الله عليه نروح نزور باش نروح نزور
زيدوا صلوا عليه الله صلوا على الحبيب رسول الله 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 صلوا على الحبيب رسول الله 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 صلوا على الحبيب رسول الله هيا ويا صير نقصت المختار شافعنا محمد شريق الأنوار هيا ويا صير نقصت المختار شافعنا محمد شريق الأنوار الله 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 صلوا على عليه افضل الصلاه والتسليم. شكرا جزيلا لطفي متعتنا، شكرا للاستاذ يوسف والفرقه واستاذ لطفي ايضا في عفوا استاذ وليد ايضا في المرافقه. استاذ وليد نتحدث يعني حديثنا عن سطيف، عن الانشاد في سطيف، لابد ان نعرج على محطه او نعرج على المهرجانات التي تقام. فبعض الولايات عرفت بمهرجانات انشاديه باحياء عفوا ليالي وتنظيمها تكون يعني كسهرات انشاديه الى غير ذلك، فما الذي تتميز به سطيف؟ سطيف بحكم موقعها الجغرافي وموقعها التجاري وقبل لكثير من الولايات حتى تتميز بسهوله الوصول اليها يعني طريق السياره وعده الطرق. ويعني احنا في فتره كانت منتشره عده مهرجانات على مستوى الوطن الا في سطيف ما عندناش. دنا النيف شويه عزبنا واسسنا عده مهرجانات تقريبا اذا ذكرنا الانشاد نذكر ثاني عالم من الاعلام اللي دعم الانشاد كثيرا واخونا منير بوخريصه كان رئيس لجنه الحفلات كان عضو ثاني في المجلس الشعبي البلدي اللي بدا سطيف يعني دفع الانشاد دفعه قويه يعني بمهرجانات محليه ومهرجانات دوليه كان حتى في السماع الصوفي مع الاستاذ ادريس بوديبه وعاد سنوات السنوات تقدر تقول 10 الاخيره هذه 2013 2011 2011 ربما توقفت بحكم الاحداث السياسيه هذه والكورونا تقريبا نقص شويه النشاط الثقافي كاي لكن ان شاء الله لنا عوده ان شاء الله. استضافت قبل يعني من للمنشدين على مستوى الوطن يعني زيارات كثيفه جدا اضافه لاسبوع الانشاد انا سمع صوفي اضافه السهرات في رمضان يعني سطيف من فتحه كثيرا على الانشاد حتى دوليا يعني كثير من المنشدين الدوليين زاروا سطيف حتى بعض الجمعيات يعني النشطه في سطيف حتى تعزم وجمهور سطيف يعني عنده اصبح عنده اقبال كبير للانشاد كثير بعض المنشدين كنشوفهم غير في الشاشات عاد يشوفوهم في الواقع واقبال العائلات سهرات عائليه حتى سطيف عندها امكانيات كبيره يعني دور الثقافه والمسارح البلديه سطيف تتميز عندها امكانيه تقدر تحتضن انشاد الحمد لله يعني ان شاء الله لنا عوده في المستقبل القريب بمهرجانات ان شاء الله يعني هذا الظرف الاخير الذي مرت به كل يعني كل الدنيا يعني كذا فكان فيه ركود ولكن ان شاء الله تعود شاء الله. هذه يعني الانشطه وتعود هذه المهرجانات الى الساحه وبذلك يكون فيه تنافس اثرت في الشباب الصغير كثير يعني ما كانش محفز لاسس فرق الانشاد كما الشباب الصغير يشوفوا يعني عندنا عده فرق صغيره ما حكيناش عليها ربما ان شاء الله نتمنى الاستمرار تاسست كثير من الفرق في مدينه سطيف ان شاء الله سطيف تعد قبله للانشاد ان شاء الله. نعم طبعا في اطار المهرجانات او الاحتفالات ولا يعني التظاهرات التي نظمت في سطيف الشيء الذي يعني يميز هذه المدينه الجميله هو
قوة التنظيم، يعني كل المهرجانات التي نظمت والتي تشرفت بالمشاركة فيها، تشرفت كذلك بمشاركة فرقة الريحانة، رافقتني في العديد من الحفلات هناك. كل هذه المهرجانات كانت فيها يعني تنظيم جيد، أولا حفاوة الاستقبال، وكذلك كل المدعوون كانوا في يعني كانوا في 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 المستوى. أضيف إلى المهرجانات التي ذكرت، مهرجان الإنشاد الجزائري، كذلك المهرجان الدولي للسماع الصوفي، أيضا هنالك مهرجان مهمان، مهرجان الوطني للموسيقى، مهرجان الموسيقى العربية. هنا يعني حتى في بعض المشاهدين الذين شاركوا وقدموا أعمال إنشادية ولكن برفقة فرق موسيقى عربية. نعم. كذلك هناك مهرجان له تاريخ في سطيف وكانت معروفة به سطيف وكان أيقونة، ومهرجان الوطني للأغنية البوليفونية أو للمجموعات الصوتية البوليفونية. أين المهرجان كان تقليدا مهما، يعني كثير من الفرق الإنشادية، وأنا تشرفت بالمشاركة فيه مرتين أو ثلاث. طبيعة المهرجان اللي هو منافسة بين نعم هو منافسة بين الفرق. نعم أحضرنا بشرف أنه فزنا مرتبة الأولى في يعني فرقة إنشاد ديني ودخلنا في مسابقة البوليفونية. نعم. واستفدنا منه كثيرا، عادة البوليفوني كنا ما نستعملوش إنشاد، لكن الإنشاد كان بسيط، إيقاع صوت واحد. نعم هو الإيقاع يعني يسمى بليونيسون. شاركنا غالبية الفرق أساتذة موسيقى وناس عندها باع كبير في مزج أصوات الهارموني والبوليفوني. صح. أخذنا منهم هذه التقنية ودمجناها في الإنشاد. ما شاء الله. ولما زرنا البلدة لقينا البلدة صدباقين علينا في الجزائر. ونرى حاجة كبيرة في البوليفوني ثاني إن شاء الله. الله يبارك فيك. أكيد نعم أستاذ يوسف. فكما ذكر الأستاذ وليد أنه مهرجان مجموعة صوتية بوليفونية كون أن المنشدين يعتمدون على الصوت البشري. يعني حصلوا هنالك على مجموعة من الورشات من الدروس التكوينية إلى غير ذلك. فكنت محظوظا بين هؤلاء. هنا التقينا مع أساتذة، احتكينا بمجموعة كبيرة من المبدعين في هذا المجال. وأصعب أداء يعني مع احترامي للأساتذة الموسيقيين، يعني أصعب أداء هو الأداء الأصوات البشرية، يعني فيه تعب كبير وفيه يعني جهد كبير جدا. فهذا المهرجان كنا نرى فيه يعني الدرر كانت يعني تؤدى هناك. كذلك الإنشاد يعتمد على الجانب الصوتي في يعني بموافقة ربما الإيقاع حتى بموافقة أصوات الآلات الموسيقية، لكن ذلك المهرجان يعني أعطى ثقافة وأعطى جانب علمي مهم جدا لهؤلاء الفرق، وكل واحد منهم انطلق نحو ولايته وربما طور ربما تأثر إلى ذلك. فهذا المهرجان كان أيقونة في مدينة سطيف، ونحيي كل قائمين على كل هذه المهرجانات التي ساهمت بشكل كبير في إثراء الساحة الإنشادية. نعم جميل جدا، بارك الله فيك على هذا يعني المعلومات القيمة عن الإنشاد في ولاية سطيف. لازلنا في ضيافة سطيف، سنتحدث عن أمور أخرى مهمة جدا في مجال الإنشاد. لطفي فقط، هل لطفي كمنشد وحتى كفرقة يعني أنت منضم إلى مجموعة، هل تركيزكم فقط على التراث أم يحاول لطفي أدي أشياء أخرى؟ أكيد أخطأها. أنا عندما التحقت مع الفرقة مع الأستاذ فؤاد نحاوة ومع اللي كان قائد الفرقة هو زميل أخويا وليد عزيز كزميل وكناشط في الفوزمو، كان لدينا عدة طبوع نخدمها مش غير في التراث، نخدموا كل الطبوع الجزائرية خاصة المشارقة، نخدموا من الموشحات، يعني فرقة التراث متخصصة في جميع المجالات اللي تخص بالفن الإنشادي، الموشحات العربية، القدود الحلبية وما شابه ذلك، إضافة إلى التراث الجزائري من الخماسي إلى النيلي إلى الشاوي إلى الصطايفي السراوي. ومؤخرا فرقة التراث أصبحنا مزجنا واحد الطابع اللي هو السراوي، وأصبحنا ننتج بعض الأناشيد للأعراس، لأنه في الجمهور الصيفي حاجة المجتمع ممكن طلبات المجتمع، الإقبال كاين شوية إقبال من في الآونة الأخيرة، أنه الجمهور ولا ذوق شوية في الأعراس في منطقة عصطيف، والحمد لله أنه أنك تمد طابع في إنشادي في عرس هكذا. أخ وليد شاطر من ألبوم 2005 استعملنا غير السراوي الفرقة تاعنا، ومنه ذكرت منشدين سليمان خونا والنذير ربي يكرمه بالخير ان شاء الله. ذكرك في الدكتور نذير موجود، الدكتور نذير كذلك من اعلام فني مدينه سطيف الانشاد، خدمنا البوم خصيصا رغم انه ما نديوش انا كثيرا، لكن خدمناه بطلب من الجمهور ولقى رواج كبير خصيصا للمناسبات والمناسبات مناسبات الاعراس. مازال الى حد الان يعني يمشي في السوق. ما شاء الله. نستمع الى موال، تفضل.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا في على هذا الصوت الجميل والقوي. ان شاء الله ربي يحفظ هذه الحنجره الذهبيه كما يقال. استاذ وليد، نتحدث ايضا عن هذه الكلمات التي تلحن والكلمات التي تؤدى، على ماذا تعتمد الفرق في الصيف مثلا؟ نموذج يعني فرقتكم، هل يعني ترجعون الى شعراء تعتمدون يعني العمل معهم، ام يعني تختارون اعمال من التراث؟ احنا فرقة الريحان تقدر تقول احنا متخصصنا في كل الاناشيد العتيقة. يعني نقوم ببحث تاريخي لانه ما وجدناش احسن من العمل التاريخي، لكن نعطيها لمستنا الخاصة في توزيع الالحان، نستعمل المدارس الحديثة هذه واحيانا نعدل في بعض الكلمات. نعتمد على طاقتنا الذاتية داخل الفرقة، نجتمع في حصص اسبوعية، نجيبوا لحن او قصيدة ثم ننسجها مع بعض. غير الكلمة هذه احيانا بنيو عندنا في طبعا الطاقات في الفرقة عندهم قدرة في النظم. يعني حتى الآن اعتمدنا على طاقتنا الذاتية يعني لوحدنا، يعني ما اعتمدش على شعراء كثير، لأنه أحيانا الإنشاد يحتاج الكلام البسيط. الإنشاد هو الشعر لكن لازم يفهم من أول السماع، تخلي شيء مبهم. يعني الإنسان يتمتع باللحن، الكلام ما تعقدوش بزاف، ما تزوجوش ذاك الحب. خاصة أنه موجهة، يعني هذه الأناشيد موجهة إلى عامة الناس، إلى المجتمع، لابد أن تكون لغة يعني سليمة وميسرة. بيئة الأفراح أيضا ممكن. ونعتمد كثيرا على السماع، على الوصلات. احنا عندنا ربما شكل خاص تميزنا بها على مستوى الجزائر، كنا دائما نشوفوا في بعض الفرق وشيء تخدم نقولوا لازم نخالفوهم. بنينا شخصية خاصة بالفرقة، كلفتنا سنوات من العمل، يعني مجهود كبير.
الحمد لله يعني بدات تمد نتيجه والفرقه بدات تخلي بصمتها في الانشاد في الجزائر. طموحنا ان شاء الله ننقلوا خارج الوطن ان شاء الله، هذا هو الطموح تاعنا ان شاء الله. ولما لا بهذه الاصوات الجميله اكيد ان شاء الله تبلغونا. قبيل نحكي انا ولطفي الطريقه جديده حين قلت له قبيل جانا اسمعني لحم باهي وخيبوه الكلمات قال لك فين نديروا، قلت له سهل جدا نعطيك طريقه انه احنا تعودنا انه المدرسه القديمه نجيبوا الشعر ثم نلحنوه. كاين مدرسه حديثه حين يعجبك اللحن معين تحسوا باللي تصرح له كلمات معينه تبدا تنسج كلمات وتبني كلمات وتمد احيانا تج يعني جد مرضيه وحاجه مليحه بزاف. وهذه المدرسه الحديثه ولات معروفه في الطريقه. ان شاء الله الحمد لله ان شاء الله كل التوفيق. نعم بارك الله فيك، شكرا جزيلا استاذ وليد. لطفي يعني الطاقات والكفاءات الجديده هل هي موجوده اليوم؟ كثيرا ما يلاحظ في بعض المناطق انه فيه نوعا ما عزوف عن الإنشاد نظر لصعوبات موجودة في الواقع وأنتم تدركون هذا الأمر، ولكن هل هنالك يعني اطمئنان أنه فيه أجيال جديدة ستحب الإنشاد ستمارس يعني هذا الفن وهذا الهوان؟ أكيد أخطأ، كاين هناك أجيال صاعدة اللي تكتشفها وحدك يعني في كل ممارسات، لأنه الطفل الصغير عندما تكون في على المنصة يريد أن يصبح لأن لديه شعور، إذا عاد يشعر بأنه حاب يولي منشد ولا عاد عنده قدرات صوتية لما لا يقول لك أنا لازم أنا نولي السيرة تاعي. أنا عندما بدأت الإنشاد بدأته في سن السادسة، تم اكتشافي في سنة في 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 سن في سن مبكر في 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 فوج المجد لبلدية قلال، ثم بعد ذلك التحقت بفرقة تراث لكن المواهب موجودة أخطاها في منطقة سطيف أو في كل مناطق، ولكن الاهتمام لازم يكون أولا شخصي وبعد ذلك يكون في تكفل التوجيه كذلك. لأنه أنا مثلا في وسط العمل تاعي عندي في المتوسطة لدي بعض المناهج ولدي مجموعة صوتية نختار، لانه الوسط المدرسي قادر تخرج منه مواهب. اخ وليد يعني كثير من المواهب تخرجت يا اما من الوسط المدرسي او من المسجد اكيد، لانه الاحتكاك بالوسط المدرسي هو اللي يخليك قدوه. نعم. مثلا انه تكون منشد ويعود يعرفوك يشوفوك قال هذا الاستاذ تاعنا هذا القدوه تاعنا هذا يقول لي يحاول انه يقلد كما انت ويخرجوا مواهب ما تكونش تستنى. نعم. في الموهبه كيف تخرج، حتى خاصه عندما كنا في طريق اتحدث لي وليد قال لي باللي كاين مواهب رانا نشوفوا فيها راني جايه في الوسط الانشادي هكذا اخويا وليد. كاين بزاف يعني خاصه مع وسائل التواصل الاجتماعي، احنا وقت فات كان ربما كان مجموعه من الشباب ما لقاش فرصه باش يبين القدره تاعو، الان مع وسائل التواصل يدير سيلفي. نعم. فيديو صغير حتى نكتشف من ذاك نكتشف طاقات في الصفه نستطيع نكتشفها عن طريق سهوله اكتشافها. نعم. حتى انا نفتح العلبه تاع الصفحه تاع الفرقه نلقى كثير من الطلبات وشباب يبعث لي مقاطع صوتيه وحابين ننضموا ليكم وكذا. احنا كفرق ما نقدروش نستوعبوا صراحه، باش نشجعهم على تاسيس فرق نوجههم. احيانا كاين بعض العمليات تبشر بالخير الاستمرار وان شاء الله سطيف قادر تستوعب كثير من الفرق. سطيف راهي فيها اكثر من 60 بلديه، فيها زوج ملايين من الساكنه ومساحه جغرافيه كبيره يعني قادر تزيد تستوعب، وعندنا طاقات كبيره ان شاء الله. احنا المسؤوليه تاعنا احنا يعني ما نبقاوش نرميو المسؤوليه على الدوله ولا الحكومه، لكن احنا كجيل الاول في الانشاد ربما احنا عانينا ما لقيناش اللي دعمنا من قبلنا، لكن لازم احنا نكون ندعم الاجيال اللي جايه. نعم ان شاء الله احنا رانا نشجعوا فيهم ان شاء الله. هذا واجب الجمعيات كما هو واجب الجهات الرسميه ايضا. استاذ يوسف حينما تحدثوا عن جهود مثلا مديريات الثقافه التي تتبنى مهرجانات تتبنى يعني منافسات او احياء ليالي في مناسبات مثلا معينه مناسبات دينيه او الوطنيه للتشجيع، لانه الجمعيات وحدها لا تكفي خاصه من الجانب المادي. استاذ يوسف طبيعه الحال هذه التظاهرات ممكن نقسمها الى تظاهرات للهوات تظاهرات للمحترفين، فالهواة ربما يليق بهم مثل هذه المسابقات التي ذكرها الأستاذ وليد، المسابقات التي تبحث عن الأصوات تبحث عن المواهب، لكن يجب أن تمر هذه الأصوات بعد هذه المسابقات إلى دور الثقافة دور الشباب لذلك حتى تتكون، وربما من يبرز فيهم من يتألق ربما يوجه إلى معهد تكوين خاص أو مدرسة خاصة للتكوين مثلا الموسيقي إلى غير ذلك، ومن يظهر فيه مثلا موهبة الكتابة يوجه إلى الشعري إلى الأدبي إلى هذه طبعا إلى العالم الذي يتقنه إلى العالم الذي يميل إليه.
ففكرة التوجيه التي ذكرناها من خلال الحوار طبعا فكرة مهمة جدا. بعد ذلك المهرجانات التي يعني تقدم للمحترفين أو التظاهرات التي تقدم للمحترفين وعدة البرامج ربما التلفزية الكبرى التي تستقطب هؤلاء الذين قطعوا شوطا معينا، لأنه الظهور في التلفزة أو الظهور في وسائل الإعلام خاصة المحترفة والكبيرة طبعا يأتي بعد مسيرة حافلة، يأتي بعد تجربة، بعد سنوات من العطاء، من الاحتكاك، من التعلم، من الاجتهاد طبيعة الحال. فالدولة تأتي هنا أو هؤلاء المسؤولون يأتون ليأخذوا بيد هؤلاء طبعا نحو طريق النجاح، فهذا هو المطلوب. فالعمل فيه تكامل والعمل فيه جهد ثم طلب مساعدة. بارك الله فيك أستاذ يوسف. لعلنا بهذه التوصيات المهمة جدا نختم هذه الحلقة الجميلة جدا في ضيافة الصيف الرائعة والجميلة. حقيقة أنا زرتها، ارتحت فيها كثيرا. نعم. يعني مدينة جميلة. مدينة جميلة جدا، ويعني أهلها من أهل الكرم والجود، فأسأل الله أن يبارك في هذه المدينة الجميلة وأن يوفقكم لمزيد من خدمة الإنشاد والرقي. ربي يبارك. احنا نمرحوا الصيف والله بصراحة، يعني أستاذ وليد مثلا زرته مرة وكان نايح لداري، مش نايح لدار تاع سي وليد، يعني إن شاء الله يجيك بالجير خصيصا إن شاء الله. إن شاء الله يا رب زور شمال الصيف خاصة المناظر، وجيب البابور يفتح بهم إن شاء الله، ديك تزورهم تشوفهم بعينك إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. بارك الله فيك. استفدنا منك في برنامج حدي الأرواح يعني جميعا إن شاء الله، جميع الأسئلة إن شاء الله. إن شاء الله بارك الله فيك. شكرا جزيلا أستاذنا. لعلك كلمة أخيرة أستاذ وليد نوجهها أولا إلى الذين ذكرتهم من الناشئة الذين يعني لهم رغبة في الانضمام إلى الفرق إلى الفن، وأنتم في المجال لديكم سنوات كثيرة وطويلة من الخبرة، ما هي نصائح كذا توجهونها الحفاظ على أولا التراث الصيفي، الحفاظ على الإنشاد وعدم الخروج به إلى ممكن يعني إلى مجالات قد تخرجه عن أصله كإنشاد؟ اسمح نصيحة أنا للشباب الصاعد، أهم شيء الصبر. كثير نيمانجمنت طريق كامل أنا ولطفي يحب يتم تجربته، نقول له شوف احنا صبرنا ما لقيناش الطريق معبد. نعم. كثير من الفرق الناشئه يجي يشوف فرق تريحين عندها وسائل ومقرات وكذا وكذا، يقول لك انتم يظن انها جات من العدم، لكن نعم. جهد كبير وصبر كبير واجيال كبيره من الفرقه اللي عملت وضحات. احنا هذه ننصح بها الشباب انه يصبر، واللي يحب الفن هذا يصبر عليه ويثابر وما يستناش، اذا جاء الدعم مرحبا، اذا ما جاش يكمل في الطريق هذا. هذه الحاجه الاولى. حاجه ثانيه، كثير من المنشدين ننصحهم انه ياسسوا فرق، يبقاوش بفرادة، لأنه الإنشاد يحتاج الجاهزية. كما دي عيط لك في الهاتف يقول لك راه دير لي حفل، مش حتروح وحدك إلا وتدي معك فرقة. وبالتالي عادة المنشي لازم يكون مع فرقة من إيقاعيين وعازفين باش يكون دائما الجاهزية، وهذه مهمة جدا. حاجة ثانية، ما يستعجلوش القطاف، يعني صبروا. تقريبا هذه النصائح، أهم النصائح، ويثبتوا على هذا الفن. وحنا الجزائر هي أرض الإسلام وأرض التوحيد، وراح الإنشاد يبقى ان شاء الله خالد فيها مدى التاريخ ان شاء الله. ان شاء الله. ايه، وبالتالي نتوقع له الازدهار ان شاء الله بعد هذه الوقفه، هذه تاع الشهور الاخيره ان شاء الله تكون ربما نفسيه جديده ان شاء الله نرجع عليها ان شاء الله، ربي يرفع علينا هذا البلاء والوباء. آمين. ان شاء الله. امين. بارك الله فيك. شكرا جزيلا لاستاذنا. لطفي في الختام، نعرفك ويعني التقينا في برامج قناة القرآن في حديث الروح. لطفي دائما عنده إرادة وطموح كبير جدا، إن شاء الله ما الطموحات التي تود أن تصل إليها مستقبلا؟ لا أخطأها أولا، وكاين طموحات مع الفرقة أولا. نعم. أول طموح هو أنك تصفى مع الفرقة تاعك، لأنه أنا ما جيتش من عدم أنك تخرج من الفرقة تاعك، لأنه الفرقة تاعك هي السند، هي السند، هي السند تاعك بأنك لحقت المستوى هذا. وكاين طموحات فرديه، انك تشارك في مسابقات، تكون ممثل لما لا عالميه، لما لا انك تكون ممثل للجزائر، لما لا انك تحصد مرتبه من مراتب. وهنالك بعض الاعمال ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله راح نقوم ببعض الاعمال مع سواء فرديه او جماعيه ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق. وتحياتي لكل اعضاء الفرقه، يعني الفرقه. نعم. فرقه التراث اللي التوفيق ان شاء الله لها التوفيق. نعم. وان شاء الله مزيد من
تميز في مجال الفن. شكرا جزيلا لك لطفي بن كحيلة على حضورك معنا وعلى هذا الصوت الجميل. شكرا جزيلا أستاذ وليد بوعزيز رئيس فرقة الريحان. شكرا أستاذنا الفاضل أستاذ يوسف سلطاني على إشراف على الأعمال المقدمة في البرنامج. شكرا لفرقة السماع على أدائها. مشاهدين الأعزاء لكم منا جزيل الشكر. ندعو الله أن نكون عند حسن ظنكم بنا وأنكم قد استمتعتم بهذه الجلسة الطيبة في ضيافة مدينة سطيف الجميلة. لقاؤنا بكم يتجدد بحول الله تبارك وتعالى الأسبوع المقبل حلقة جديدة. شكرا لفرقة تقنية HDN. شكرا لكل الزملاء الذين رافقونا لإعداد هذا البرنامج. شكرا جزيلا لكم. نختم بوصلة فنية مع لطفي. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بطيب الكلام.
عليه الصلاة.